استكمالا لأخبرنا وفي سياق آخر لا يقل بهجة عما يحقق من نجاحات أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا اليوم النسخة التجريبية لتطبيق علام في خطوة تعد الأولى من نوعها في المنطقة لأهميتها في تحقيق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتعزيز مكانة المملكة في هذا المجال التقني. فكرة علام بدأت من أكثر من سنة للاستفادة من أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وخلال الفترة الماضية عملنا في سدايا على سل الفكرة وتجهيزها والحرص على استهداف جميع فئات المجتمع، وكما حرصت سدايا على أن تكون السباقة في هذا المجال. علام يعتمد بشكل كامل عن النموذج اللغوي الضخم أو بما يسمى اللارج لانجويج موديل، وتم تدريب هذا النموذج على بيانات ضخمة مع تركيز على البيئة المحلية، وتم تنقيحها لتتوائم مع البيئة السعودية بشكل كامل. هناك عدة مميزات يتفوق فيها علام على غير من المنتجات. لديه القدرة لتحديث بياناته، وأي تغيير يحصل في العالم يتم تزويد علام به. علام لديه معرفة تامة على العالم العربي عامة والمملكة العربية السعودية خاصة وما يحدث فيها من تغييرات. تستخدم النماذج اللغوية الكبيرة للحصول على إجابة، وهذه الإجابة تم توليدها تلقائيا بالذكاء الاصطناعي. مكنك علام من إرفاق أي وثيقة وسوف يتم ترجمتها إلى اللغة العربية، كما يمكنك من تلخيص الوثائق من النصوص والفقرات. وهناك ميزات أخرى، مثلا تلوين صور من الأبيض والأسود وتحسينها، وأيضا إنشاء صور من النص، كما يمكنك إرفاق الصور وسيقوم علام بشرح ما تحتويه الصور وتفاصيل الصور. ومن الجدير ذكر أن علام يتميز عن الكثير من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الحية من ناحية دقته في الالتزام بقواعد اللغة العربية والنحو مع درجة عالية من واقعية النطق.